أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وتسليما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية هذه السهرة الإيمانية المباركة في هذه الليالي والأيام الكريمة المباركة التي أوصانا فيها المولى سبحانه وتعالى بأن نكثر فيها من ذكر الله، وأن نكثر فيها من الدعاء، وأن نكثر فيها من الاستغفار، وأن نكثر فيها من الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين المولى عز وجل في هذه الليالي الكريمة المباركة، سائلين المولى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن يرزقها برزقه، وأن يسترها بستره، اللهم أمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ودائما نبدأ اللقاء بأحلى الكلم، بأفضل الذكر، بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بيبرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بيبرس، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية المباركة عبر موقع وزارة الأوقاف. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في شهر الجود والكرم، في شهر رمضان المبارك، ونحن نودع هذا الشهر الكريم، وكان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان أجود من الريح المرسلة. أيها الإخوة المؤمنون،
وحول فضل الصدقة يحدثنا الآن فضيلة الشيخ محمد سيد كساب من علماء وزارة الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بخير دين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أهل الصلاح وأهل القلوب الطيبة والنفوس السخية يتسابقون في شهر رمضان في أبواب الصدقات جميعها، يعلمون أن أبواب الجنة مفتحة وأن الأجور مضاعفة، وهم مقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. هم يعرفون أن الصدقة أجرها عظيم عند الله عز وجل. يقول ربنا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هم يعملون للآخرة، فالصدقة برهان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، برهان على صدق الإيمان بالله وباليوم الآخر. يعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل الله تعالى بين الناس. لذلك فهم يتسارعون في رسم البهجة والسرور على أفواه وشفاه الفقراء والمحتاجين، يتسابقون في هذا الميدان العظيم ليحصلوا الأجور العالية في الدنيا والآخرة. فأهل الصدقات هم أهل الدرجات المضاعفة، أهل البركات في الدنيا وأهل الرحمات في الآخرة، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخير في الدنيا والنجاة والعفو في الآخرة، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا ننقل لحضراتكم هذه السهرة الإيمانية المباركة من هنا، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وذلك عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، والآن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها صدقات الصادق أنوار، والصدق عبير الأزهار. صدقات وعبيد
ويحب المعطي الغفار من فرج كربا أو ضيقا من فرج كربا أو ضيقا فستحجب عنه الأخطار ويسر بأنوار الباري ويسر بأنوار الباري ويقي السوء الغفار الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.